اخر العالم. سؤال، ليه الرئيس النهارده اشار لموضوع امازون وتذليل العقبات امام الاستثمار؟ سوق يعني شركه امازون المستودع الكبير بالعاشر واللي هي بديل لسوق دوت كوم. ليه النهارده اكد عليها رئيس الوزراء؟ نعم، هو رئيس الوزراء بالامس كان بيفتتح المركز اللوجستي لهذه الشركه العالميه. نعم. وده اول مركز على فكره في المنطقه. نعم. حضرتك عارف اهميه التجاره الالكترونيه وقد ايه اصبحت هي، شفنا ده في حظر يعني كورونا عملوا مليارات يعني. بالتاكيد طبعا. ودلوقتي التجاره الالكترونيه اصبحت الحقيقه هي اللي يعني العالم كله متوجه ليها. صحيح. الشركه اول مره تنشئ مركز في المنطقه بتكلفه حوالي مليار جنيه. بالامس انا كنت مع رئيس الوزراء كان بيزور ويفتتح، يعني بعد الافتتاح تفقد المنطقه منطقه التخزين او المركز التخزين بتاعهم، والحقيقه كان مركز كبير جدا وفيه استثمارات كبرى وفيه نوع جديد من التجاره. ودلوقتي احنا داخلين عصر التحالفات، زي ما حضرتك اشرت هي كانت شركه صغيره اصبحت شركه عملاقه وشركه بتعمل على ارض مصر ولها مركز اقليمي ايضا في مصر، فبالتاكيد طبعا ده اضافه مهمه للاقتصاد المصري. بالاضافه امبارح كان رئيس الشركه بيتكلم عن 3000 فرصه عمل تم توفيرها حتى الان في البدايه في بدايه عمل المركز للشباب المصري. صحيح. شكرا جزيلا صديقي وزميلي الاستاذ كمال الريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء.